أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العودة إلى تطبيق الاتفاق النووي يمكن لها أن تحل كثيرا من المشكلات وأن تغير المسار والظروف في إيران، متوقعا من الإدارة الأمريكية الجديدة أن تدين سياسات ترامب تجاه بلاده. من ناحية أخرى، قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إليوت أبرامز إن واشنطن ستفرض عقوبات اليوم على 4 كيانات لاتهامها بدعم برنامج الصواريخ الإيراني. تبدو أكثر جدية هذه المرة دعوة طهران واشنطن إلى طي صفحة التصعيد والتصعيد المضاد بينهما، دعوة للإدارة الأمريكية الجديدة التي تعول عليها حكومة روحاني تحديدا. تتمثل الرغبة الإيرانية بعودة شكل العلاقات مع أمريكا إلى ما قبل مرحلة دونالد ترامب. إيران وأمريكا هردو ميتونن. نتوقع من الإدارة الأمريكية المقبلة أن تدين سياسات ترامب إزاء إيران. يمكن لإيران وأمريكا أن يقررا العودة إلى أوضاع 20 يناير عام 2017، وعندها يمكن أن يمثل ذلك حلا كبيرا للعديد من المشكلات والقضايا. قالها المرشد صراحة، لا مفاوضات نووية جديدة مع الغرب ولا محادثات حول منظومات إيران الصاروخية، كما أن المواجهة العسكرية سقطت من بين خيارات أعداء طهران. يقول الحرس الثوري تخلص إيران من خيارات خصومها إذن لتحديد مسار إن ضاق فلا ثاني له. برأي المراقب هنا، لا يمكن أن تتقبل طهران شروطا جديدة قبل عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ورفع كامل للعقوبات، ولكن إذا ما عادت واشنطن فقد تختلف ظروف المحادثات داخل إطار الاتفاق النووي. رغم أن البرلمان الإيراني المتشدد يعمل على إلزام الحكومة بمشروع لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20% وإدخال أجهزة طرد متطورة حيز الخدمة وزيادة مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب، إلا أن حكومة روحاني تتعهد بأن طهران ستعود إلى كامل التزاماتها في الاتفاق النووي إذا ما أعادت الإدارة الأمريكية التزامها بالاتفاق ذاته. التزام بالتزام، ترسم طهران خارطة إحياء الاتفاق النووي إذن. اتفاق وإن تقلصت ثقة النظام الإيراني به، لكن حكومة روحاني ما تزال تعول عليه وتعول أيضا على أحد أركان هندسته، وجه واشنطن الجديد بسياسة ما قبل دونالد ترامب. ياسر مسعود، العربي، طهران. وتنضم إلينا عبر خدمة سكايب من نيويورك نادين ساندرز الصحفية. سيدة ساندرز، بأية روح تتلقى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن الآن دعوات الرئيس الإيراني روحاني بتصحيح ما وصفه بأخطاء إدارة ترامب وسياسته؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدين. أولا للأمانة لا أعتقد أن إدارة الرئيس بايدن حاليا تهتم كثيرا بما يقوله روحاني. هناك مشكلات أهم في الولايات المتحدة يكترث لها بايدن أكثر من موضوع إيران، ولكن موضوع إيران على الطاولة حتما، وهو سيكون من أحد الأولويات التي سيهتم بها مباشرة بعد السيطرة على كورونا، وهي من أولى الملفات على المستوى العالمي في العلاقات الدولية بالنسبة للولايات المتحدة. ولكن ما تتنطع به إيران وبين محاباة وتنطع، هذا لا يجدي كثيرا مع السياسة الأمريكية. فنحن كما نعلم أن وضع إيران اقتصادي حاليا متدهور كثيرا بسبب العقوبات المتشددة الأمريكية على النظام الإيراني منذ سنوات، منذ إدارة الرئيس ترامب. وإن كان الرئيس بايدن قد يريد العودة إلى الاتفاق مع إيران، ولكن ستكون بشروط محددة تضع إيران في قالب معين يمنعها من زيادة تخصيب اليورانيوم، يمنعها من تمدد أنشطتها في الشرق الأوسط، وكذلك يرضي بهذا الاتفاق حلفائه الأوروبيين، وأيضا ينظر إلى مصالح الشرق الأوسط. يعني لكن هل نفهم من هذا الكلام سيدة ساندرز أن العودة إلى الاتفاق النووي إن تمت ستكون قريبة في الأمد القريب أم ستكون بعيدة نوعا ما؟ نظرا لأن هناك انتخابات في إيران ستجرى في يونيو، سيعمد الإيرانيون إلى تسريع إجراء هذا الاتفاق الجديد أو العودة إلى الاتفاق القديم بشروط مختلفة. ولكن ما هي هذه الشروط؟
شروط إيران كما نعلم إيران تتمنى رفع كامل العقوبات، ولكن لا التي سيقدمها بايدن أو التي سيشترطها بايدن هنا. أقرب السيناريوهات التي يتحدث عنها مسؤوليون أمريكيون الآن هي خطوات تدريجية، يعني رفع جزء معين من العقوبات مقابل وقف أنشطة إيران النووية، ومن ثم هناك ملف الصواريخ الفارسية التي تعترض إيران على مناقشته، ولكن هناك مصالح أخرى الأوروبيين والعرب يريدون أن يكونوا على الطاولة في هذا الاتفاق. هناك ستكون تدرجات في على الأغلب، يعني حتى الآن نحن لا نعرف تماما كيف ستكون السياسة، ولكن آخر التصاريح تقول أنه أو الالتماسات التي نسمعها تقول أنه قد تكون هناك خطوات تدريجية، لأن الأمور معقدة جدا والعودة إلى الوراء ليست سهلة، وكذلك إبرام اتفاق جديد يرضي جميع المصالح لن يكون أيضا سهلا، فلذلك قد يكون الأمر بالتدريج، وكما طلب وزير السفير الإماراتي في واشنطن أنه إذا كان هناك أمر يخص منطقتنا فنحن يجب أن نكون في ذلك الاتفاق. هذا الأمر لابد أن الإدارة الأمريكية سوف تأخذه بعين الاعتبار، وستجري الأمور على مراحل أن تكون بذات السرعة التي يترقعها الإيرانيون. تقولين أن العودة إلى الوراء لن تكون سهلة، وما احتمالات الآن أن يقوم الرئيس ترامب حاليا بوضع المزيد من العراقيل مما قد يصعب أكثر وأكثر مهمة بايدن بالتعامل مع إيران؟ طبعا من المتوقع جدا أن يستمر الرئيس ترامب بسياسته الضاغطة إلى أقصى الحدود في ممارسة أشد الضغوط والعقوبات على الإيرانيين، وذلك لمنع إدارة بايدن أو وضع العراقيل الشديدة أمام إدارة بايدن بالعودة إلى الاتفاق السابق. ولكن في النهاية ستكون هناك إدارة جديدة، الإيرانيون يعلمون ذلك، العالم كله يعلم ذلك، فمهما وضع من عراقيل فلا بد من أن هناك خط عودة، ولكن هذه العودة ستكون حذرة جدا، الطريق ملغوم تماما، كله ألغام سياسية، المناقشات هذه المواضيع ستكون محفوفة بالشوائك الكثيرة والمخاطر السياسية الكثيرة. أيضا هناك التحرشات الإيرانية التي تقوم بها إيران بالمصالح الأمريكية من وقت لآخر، سواء عن طريق وكلائها في المنطقة وتحرشاتها بمصالح حلفاء أمريكا. أيضا هذا يعقد من الموضوع كثيرا حاليا، ولذلك أعتقد هناك تأجيل إلى حد أكبر بمناقشة إدارة الأمريكية العودة لهذا الاتفاق حاليا. الصحفية نادين ساندرز من نيويورك، شكرا جزيلا لك.